المحاضرة اليوم هو على موضوع الديزاين، اللي هي بصراحة هو عبارة عن يعني وكأنما حل السؤال باسم المقلوب. شلون يعني حل السؤال بالمقلوب؟ يعني يعطيني مثلا الفولتج جين، يعطيني الزت انبوت، يعطيني الزت اوتبوت، ويريد من عندي إيجاد قيم المقاومات اللي تحقق لي هذه المطالب اللي هو يريدها. هنا هو شي يقول، أنا ليش متقصد واقف هنا قدام الشرح؟ يقول بما أنه راح ينطيني مثلا الفولتج جين ويريد من عندي قيم المقاومة، فماكو مانع أنه أني أستخدم الـ approximate equations. يقول ماكو مانع أنه أستخدم الـ approximate equations. شنو هي الـ approximate equations اللي عرفناها؟ مثلا يحمل الـ RD small، مثلا يشتغل على فد متطلبات معينة في حالة انطباق الشرط مالت أنه الـ RD small أكبر أو يساوي 10 RD، أو الـ RD small أكبر أو يساوي 10 RS إلى آخره. فيقوم يهمل الـ RD small. هو ستو راح تشوفون هو راح ما راح يهملها، بس إحنا راح نستنتج إنه إهمالها يعني عادي، ماكو مشكلة بي. هنا ليش يقول approximate equations استخدموها؟ يقول لأنه أنت أصلا من راح تطلع قيمة الـ R؟ ما راح تطلع قيمة الـ R الستاندر اللي موجودة بالسوق. أنت أول وتالي راح تقربها إلى أقرب قيمة موجودة بالسوق حتى تأخذها. فأنت مبدئيا إذا استخدمت الـ exact solution أو استخدمت الـ approximate solution ما راح ينطيك الحل المضبوط لقيمة الـ R الموجودة بالستاندر. فأنت ليش تعقد المسألة على نفسك وتروح تحسب بمعادلات صعبة؟ لا، احسب بمعادلات سهلة أحسن لك. راح نجي على المثال الأول في موضوع الديزاين. يقول design the fixed bias network. خلينا نباوع احنا على الفيكس ديزاين مالتنا. Fixed bias، ماكو مقاومة، صحيح هذا الحكي. Short circuit، short circuit، هذا يروح للشورت، هذا يروح للشورت، ولكن هنا أنا ماكو مصدر. احنا اللي نعرفه انه بالفيكس بايز اكو مصدرين فولتي، واحد هنا يصير واحد هنا يصير. هذا هنا هسه ما نعطيني اياه. شنو معناته؟ معناته انه الفي جي جي تساوي صفر. شوفوا شباب، من هذه الملاحظة هي أنه الـ VGG تساوي صفر، إيش راح يقودنا مباشرة بدون ما إحنا نستخدم أي معادلة للحل. إحنا نعرف أنه الـ VGG أو الـ VGS يساوي ماينس VGG، إذن الـ VGS ساوت لنا صفر بهالحالة. ما دام الـ VGS تساوي صفر، معناته لو انت ترجع بالذاكرة الى الرسم مال شوكلي، من الـ VGS تساوي صفر فالـ ID شو تساوي؟ الـ ID تساوي IDSS. زين، بعد هاي الـ ID هو الـ IDSS اصلا ناطيني اياها، اذا كأنما انا طلعت الـ ID. بعد شنو؟ عندي بداية الفصل التاسع قلنا في حالة الـ ID يساوي الـ IDSS فالـ GM يساوي GM نوت، اللي هو الاثنين IDSS على VP GM نوت. هذا ان GM همينة حسبتها. شوفوا من معلومة صغيرة قدرت استنتج لديني الثلاث نتائج بدون ما اني اروح احل. طبعا انا اذا اريد احل انا اقدر احل، يعني ما عندي مشكلة في عملية الحل.
في حالة إذا رحت للقوانين، يعني من أجي على الاي دي أقول يساوي اي دي اس اس ظروفي 1 ماينس الفي جي اس على الفي بي الكل تربيع، هذا كلام صحيح، واجي اعوض الفي بي موجود الاي دي اس اس موجود الفي جي اس تساوي صفر، اذا راح ارجع الى نفس النقطة. فاذا اني عندي الذاكرة الكافية والمرونة بالحل يعني اللياقة في عملية الحل، راح مباشرة بدون ما أروح أأخر نفسي بالقوانين، مباشرة أقدر أني أستنتج هذه المعادلات أو هذه القيم. هنا أنا بالسؤال خلي نكمل شي يقول، يقول الـ AC gain مالتك هو 10، إذن الـ voltage gain يساوي 10. ليش ما قال لي فولتج جين؟ لأنه أنا عندي جين واحد أنا أحسبه، مو مثل الشابتر الثامن اللي إحنا درسناه بالكورس الأول، كان عندي فولتج جين وكرنت جين، فكان يحدد لي يقول لي الفولتج جين هالقد الكرنت جين هالقد، هسه الكرنت جين ما موجود عندي، فيقول لي الأي سي جين مالتك هو 10، إذا هو الفولتج جين أعطيني إياه، ويقول لي احسب لي قيمة الآر دي اللي تعطيني الفولتج جين 10. وهذه معطيات الدائرة الـ IDSS الـ VP والـ YOS، مباشرة الـ YOS أقلبها حتى أحصل على الـ RD small. زين هسه راح يجي شي يقول انا عندي الفولتج جين هو القانون مالتي الاصلي الستاندر هو ماينس جي ام في توازي الار دي كابيتال والار دي سمول، الجي ام هو يساوي جي ام نوت اللي هو طلع قيمته هنا 5 ملي سيمنز، عوض القيم لقى انه القيمه مالت الار دي كابيتال والار دي سمول توازي تساوي 2 كيلو اوم، اجى قال الار دي سمول هي 50 كيلو اوم. شوفوا شباب انتبهوا لهاي الفقره، يعني احنا عندنا اذا ينطبق الشرط، اذا تذكرون في حاله انطباق الشرط يصير ماينس جي ام في الار دي كابيتال، هسه هنا هو ماخذ اكزاكت ماخذ ار دي كابيتال ويا الار دي سمول. زين هنا من اجى حسب بعدين رجع القانون التوازي على مود يطلع قيمة الار دي وحدة كابتل طلعت 2.08 كيلو اوم، يعني هذا ال 0.08 يعني لو اهمله يعني فد رقم، شوفوا the closest standard value is 2 كيلو اوم، يعني هي اصلا القيمة الستاندر هي القيمة اللي حاصل توازيها. زين أنا إذا هملت هذه صير أصلاً الـ RD كابيتال هي 2 كيلو أوم في حالة إذا مشيت هنا، ماشي شباب؟ فأني مبدئياً أقدر أهمل الـ RD small وأشتغل على الـ RD كابيتال وحدها، فيكون الحل مالتي أسهل. يعني أنا لو واصل لهاي النقطة وقايل يا بالار دي كابيتال هي 2 كيلو اوم، بعد ما يحتاج اكمل هذا الجزء وطرفين ووسطين وزائد وضرب حتى بس يصفيها. هاي هنا يقول في حاله اذا ردت تطلع الفي دي اس كيو، الفي دي دي موجوده، الاي دي استنتجناها، الار دي هسه حسبناها فقدرت انه احسبها هي 10 فولت، الزت انبوت هي نفس الار جي والزت اوتبوت هي حاصل توازيهن اللي هي اصلا احنا اللي حسبناها من هذا الجزء، يعني وكانما احنا باي ذا واي طلعنا الزت اوتبوت بس هو ما رايدهن، هو راد بس احسب الار دي بس. يقول لك في حاله اذا انت انطلبت من عندك فتكمل الحل بهذه الطريقه. يجي على المثال الثاني
بالديزاين هو نعطيك هسه سيلف بايز. شلون عرفنا سيلف بايز؟ اكو مقاومه هنا ار اس موجود وياها متسعه بالاضافه الى عدم وجود مصدر الفولتيه. وش يريد؟ يريد قيمة الـ RD ويريد قيمة الـ RS. هنا شقد ناطيني الـ AC gain؟ 8. وقايل لك الـ VGSQ هي ربع الـ VP. الـ VP ماينس 4، إذن الـ VGS هي ماينس 1. في حالة السيلف بايزنج إذا تذكرون الـ VGS كان شي يساوي؟ كان يساوي ماينس الـ ID في الـ RS، كان ماينس الـ ID في الـ RS. الـ VGS هو احنا مباشرة طلعناه، الـ ID شلون أحسبه؟ أحسبه من قانون الـ IDSS مضروب في 1 ماينس VGS على VP الكل تربيع. كلهن هذني معطيات الـ IDSS والـ VP والـ VGS احنا هسه استنتجناه اللي هو ماينس 1، فمباشرة اقدر اطلع الـ ID. اذا طلعت الـ VGS وطلعت الـ ID اقدر احسب الـ RS مباشرة. طبعا هنا أنا حسب الجي ام، وهسه نشوف ليش. لانه عند الفولتج جين جي ام في حاصل التوازي، وقلنا ايضا نقدر احنا نهملها لهذه. فهنا أنا اجي قال قيمة التوازي 2.13. فاذا اجيت اني حسبت القيمة الاكزاكت مالت الار دي راح تطلع 2.2. باعوا 2.2 و.13، ايش قد الفرق بيناتهم؟ فالشيء يكاد لا يذكر، هذا بالمقاومات يعني كلش غير محسوس يكون. فيقول الليفل مالت الار اس، هسه هنا اجي حسب الار اس طلعت 177.8 اللي هي ايضا 180 اوم الاقرب الها. طبعا انتو الاكزاكت ما مطلوب من عندكم، المطلوب بس تحسبون القيم الخاصة بالمعادلة. هسه نجي على المثال الأخير بهذا الشابتر اللي هو يقول نفس المثال اللي هسه قبل شوية شفناه مالت السيلف بايز، ولكن اعتبره باي باس كاباستر ملغية. الباي باس كاباستر ملغي يعني يسوي لي اياها ان باي باس. فهنا ايش راح يقول؟ يقول الفي جي اس والاي دي راح يبقى نفسهن. ليش؟ لانه هذا التحليل بالدي سي، التحليل بالدي سي ما راح ياثر علينا. وبما انه الفي جي اس والاي دي ثابتات معناته الار اس راح تطلع نفس القيمه. فاخذ القيمه مالتها 180 اوم، واجى هنا على القانون مالت الفولتج جين بحالة الان باي باس راح يختلف. زين، ار اس عندنا، الجي ام عندنا حسبناها، الفولتج جين هو ناطيني اياها، يبقى احسب الار دي. ومباشرة حسب الار دي طلعت 3.57 كيلو اوم. يقول الاقرب الها هي 3.6. وهنا يقول الشرط هو اصلا عندك ينطبق، فلحد الان انا ماشي صحيح، ما يحتاج اروح الى انه ادخل الار دي سمول بالقوانين. يعني انت هسه هذا اجى على القانون السمبل، ويقول لما انت عندك هذا الشرط ينطبق، انا استخدم هذا القانون. في حالة إذا هذا الشرط انطبق استخدم هذا القانون، في حالة إذا الشرط ما انطبق القانون ما تيصير أكبر. فهنا لما اجي حسب وطلع هذه وشاف القانون، قانون قال يابا هو أصلا ينطبق.
في حالة حتى لو ما انطبق راح يكون التأثير مالته جدا قليل، يعني التأثير غير محسوس. هنا هو أبو الكتاب دائما معلمنا أنه بنهاية المواضيع ينطيني جدول اختصاري للقوانين لكل دائرة، فجاي قايل لك مثلا الفيكست بايز ذات انبوت ذات اوتبوت فولتج جين إلى آخره من هذه الدوائر. هذه هنا هسه السورس فلور، الكومون جيت، الفيدباك موس في اي موس، والفولتج ديفايدر اي موس. لهنا ينتهي عندنا الفصل مالتنا. راح نروح على فصل ثاني. اللي هو الفصل 17 من نفس الكتاب المنهجي، بس هذا الفصل 17 من نفس الكتاب المنهجي المؤلف مالته بولستيد بس بالطبعة العاشرة. شباب هذا الفصل اللي راح تشوفوه هسه يعني مختصر جدا 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 للمواضيع اللي راح نتطرق لها، يعني مجرد اللي راح نشوفه عبارة عن تعريف تطبيقات إلى آخره، أو حتى آلية بسيطة للعمل مالته، بس لا راح ندخل بقوانينه ولا راح ندخل بحساباته ولا راح ندخل بالدوائر اللي يستخدم بيها ولا راح ندخل بالتطبيقات هي نفسها، ما راح ندخل بهذا الشيء أبدا. اكو عندكم ماده اسمها الباور الكترونيك مرحله رابعه، اعتقد اللي يروح تخصص قدره ومكاني راح يدخل يدرسها. هذه تتطرق بصوره كبيره للمواضيع اللي احنا راح نشوفها، او راح تاخذ وحده من هذه الديفايسز، وراح اشوفكم إيش قد هي مفيدة وإيش قد راح تشتغل وإيش قد راح تدخل بتطبيقات. ماشي شباب؟ فإحنا اليوم راح نعرفكم إياها من خلال هذا الفصل اللي ما مطلوب من عندكم هسه. من راح أشرح شكو رسومات بلوك دايجرام كاركترستيك كيرفز كله ما مطلوب من عندكم. المطلوب من عندكم هنا هسه تعاريف مثلا، لانه هذا الفصل راح يجي عليه شرح، فتعاريف مقارنات موجوده به، مثلا اليه العمل مالته راح نشوف، اليه الاطفاء مالته الى اخره. المواضيع اللي راح نتطرق لها هي الاس سي ار اللي هو السيليكون كنترولد ريكتيفاير، الاس سي اس اللي هو السيليكون كنترولد سويتش، GTO اللي هو Gate Turn Off Switch اللي هو هذا نفس هذا طبعا بس طريقة العمل ما تختلف، LASCR Light Activated SCR، Shockley Diode باعوا احنا هناك Shockley Equation كنا نستخدمها، طلع Shockley ما سوانا بس معادلة سوانا دايود همين، Shockley Diode داياك كراياك، وبعد اكو الفوتو ريزيستر هنا أنا ما مذكور ضمن اللي راح ناخذه، وبالاضافة الى اليوني جنكشن يو جي تي والبي يو تي. هسه راح نشوفهم. الاس سي ار اللي هو السيليكون Controlled Rectifier احنا كنا نعرف انه الدايود هو PN او الNP، وبعدين قلنا اللي جابوا الترانزستور جابوه سووه PNP
ONPN. هسه قدامكم دي يظهر في ديفايس ثالث اللي هو عبارة عن PNPN أو NPNP، وكأنما هو احنا من كنا نحكي على الدايود على الترانزستور نقول كأنما هو دايودين PN وNP، هذا كأنما ثلاث دايودات PN NP PN. هذا الدايود خلينا نقول اللي هو الرمز مالته شوفوه ما يرمز له بشكل الترانزستور، يرمز له بشكل الدايود. يقول هو عبارة عن وكأنما هو عبارة عن كنترول دايود. شنو يعني كنترول دايود؟ يعني الدايود أنا اللي أعرفه أنه إذا أسلط عليه 0.7 فولت ينطيني الأوتبوت، أقل من 0.7 فولت هو أوبن سيركت، أكثر من 0.7 فولت شورت سيركت. خلاص بهالحالة أقدر أنا أستخدمه كهالف ويف ريكتيفاير فول ويف ريكتيفاير إلى آخره. بينما في هذه الحالة أنا صار عندي فت كنترول عليه بحيث أنا أخلي حتى بالبوينت 7 بيشتغل كيفي، أنا يجوز أخليه يشتغل حتى جوه البوينت 7 هم بكيفي. ماشي شباب؟ البنات مالته أنود كاثود جيت، اسمه أنود كاثود جيت. يقول الـ SCR هي عبارة عن switching device، هو عبارة عن device مفتاحي، يعني على شكل مفتاح المن للهاي فولتج والهاي كرنت اوبريشنز، للتطبيقات اللي تستخدم بيها الفولتيات العاليه والتيارات العاليه. يقول مثل الريكتيفاير الاس سي ار كوندكتس ان وان دايركشن، يشتغل باتجاه واحد فقط، ما يوصل باتجاهين، باتجاهين ما يشتغل. يعني شوفوا شباب، هو انتوا راح تلقون كل صفحة بها 5-6 سطور ان ذني المطلوبات من عندكم. يعني هذا تعريف الـ SCR، هذه اسماء البنات مالته، وهذا هو الايصالية مالته. شوفوا الاوبريشن مالته، قبل كان الكيرف مالت الدايود بهذا الشكل اللي انا رسلت لكم اياه، انه العلاقه تكون علاقه طرديه بين التيار والفولتيه ما بعد الـ 0.7 فولت، علاقه طرديه، وهي تقريبا صفر الى ان يوصل الى البريك داون فولتج، هذا في حاله السالب. هنا شوفوا الإيصالية مالته شلون تصير، شو وقت تشتغل، هذا شو وقت تصير العلاقة طردية. شوفوا يبقى التيار تقريبا صفر لحين ما أوصل إلى فد فولتية معينة خليه يشتغل. هذا هنا أنا شو مسميها، مسميها الفورورد بريك أوفر فولتج. ثاني هاي اعرفها ريفرس بريك داون فولتج، اكو فورورد بريك داون فورورد بريك اوفر فولتج، وهذه هي الفورورد بلوكينج ريجن. هذه هي المنطقه اللي يسموها الفورورد بلوكينج ريجن، وهذه إلى أن أوصل أنا إلى منطقة أخليه من خلاله يبدي يرجع يوصل اللي هو الفورورد بريك أوفر فولتج.
زين، اكو فد شي هنا شباب، هسه ذات باو علي هنا، يقول فورورد تو سويتش الاس سي ار اون. انا حتى اشغله ايش احتاج؟ احتاج الى فورورد بايز بين الانود والكاثود الفي اف، احتاج انه اسلط هنا فورورد بايزنج اسوي له. بعد اند مو اور شباب، اند يعني و، لازم اطبق فد قيمه تيار مار من الجيت مالتي، هاي قيمه التيار اكبر من الهولدنج كارنت. يقول هنا apply sufficient gate voltage and gate current. يقول أنا أطبق في قيمة معينة للفولتية والتيار على هذا الجيت. يقول عندما يشتغل، شوفوا هاي هنا العلة مالته الـ SCR. يقول من يشتغل يبقى يشتغل، ما تقدر تطفيه بسهولة. حتى لو توخر الجيت مالتك من هنا، إذا وخرته يبقى يشتغل. يقول الـ SCR switch on it remains latched on even when the gate signal is removed. يعني الـ SCR راح يبقى يشتغل ويبقى on حتى لو انت وخرت الـ gate signal. الـ holding current اللي قبل شوي قلت لكم انه لازم نسلط تيار اكبر من الـ holding current. الـ holding current هي الـ minimum required current from anode to cathode، يعني أقل قيمة للتيار اللي هي بين من الأنود للكاثود. البريك الريفيرس بريك داون فولتج هي أعلى قيمة يتحملها ال SCR بالنيجاتيف، ماكسيمم ريفيرس بايد فولتج فور SCR. هسه شو يسوي؟ يقول لك to switch off. شنو هاي؟ يعني احنا حايرين نشغله، حايرين نطفيه، شنو فائدته هذا؟ هسه نشوف فوائده بعدين. هسه يقول لك انا هسه هذا اني من سلطت هنا فورورد وانطيت تيار واشتغل، وخرته ما طفى، شلون اطفي هذا الجزء اللي هو الجزء المسيطر؟ شلون اطفي؟ يقول إما توخر الباور منه، remove the power source بين الأنود والكاثود، أو شو تسوي؟ تسوي reverse bias بين الأنود والكاثود، يعني تقلب الفولتية. يلا هذا يطفى بعد. وهنا أنا موضح لنا، يقول لك هنا كان not be switched off by simply remove the gate voltage، هاي ذكرناها. وهنا يقول أنا في الدائرة سميتها دائرة الكوميتيشن، اللي من خلالها أقدر أربط. هنا شو يسوي؟ يخلي واير وقامته كلش ضعيفة على التوازي ويا الدايود على مود يسوي شورت سيركت حتى يطفي ال SCR. طبعا هو الـ SCR هي عائلة، بس أشهر واحد بالعائلة هو الثايرستر. فلذلك هسه أنتم من راح تروحون للمرحلة الرابعة إن شاء الله، الشغل مالته من تشوفون هذا الرمز تقولون هذا ثايرستر، بس هو ثايرستر جزء من عائلة الـ SCR سيليكون كنترول ريكتيفاير. يقول أنا حتى أتجنب عملية الخطأ في القدح،
يعني حتى لا يصير عندي هذا الخطأ لازم أتجنب هاي الثلاث نقاط، لازم ما أسلط عليه فولتية كلش عالية بين الأنود للكاثود، ولازم التردد ما يكون مو كلش عالي بالجيت، ولازم ما أشتغل بتمبرتشر عالي. شوفوا الـ SCR Phase Control، تذكرون هذا الرسم الـ Half Wave Rectifier والـ Full Wave Rectifier الدوائر مالت الدايود. شوفوا هنا ايش قمت اسوي، قمت اني اقدر احصل على انه انا اقدر اخذ ربع الموجة، اقدر اخذ بولس من عندها، اقدر اخذ البداية، اقدر اخذ بس الوسطى. وين؟ ليش؟ لانه اني قاعد اتحكم بالفيز مالتها، بحيث اني اقول له من توصل للدرجة للدرجة 90 يلا اشتغل واهمل لي الباقي. هو مقفل شيء ظهر او دي ينشرح بدون فائدة. فالSCR applications وين يستخدم؟ يستخدم بالباتري تشارجينج ريجوليتر، تمبرتشر كنترولر سيركت، امرجنسي لايتنج سيستم. هذني بعض التطبيقات للSCR. هسه نحكي من على التطبيقات عدينا بعدين من تخلص المحاضرة. SCS اللي هو السيليكون كنترولد سويتش، شوفوا هو نفس SCR ولكن خلى جيت ثاني على الانود بالاضافة على الجيت مالت الكاثود، وصار عنده اربع بنات، انود كاثود وكاثود جيت وانود جيت. فيقول هو SCS هي مثل SCR ما عدا انه عندها تو جيت، كاثود جيت والانود جيت. يقول هنا أنا هسه في بالجيت، اما تخلي اذا تريد تشغله يعني اما تخلي بوزيتيف بولس اور فولتج على الكاثود جيت، او تخلي نيجاتيف بولس على الانود جيت، يعني تقدر تشغله اما من هذا الجيت او من هذا الجيت. لما تريد تسوي اوف، فإما تسلط عليه نيجاتيف بولس من الكاثود جيت او تسلط عليه بوزيتيف بولس من الانود. اذا هذا الجزء او هذا الديفايس صارت عندي بيه فائده عن SCR، من حيث انه انا اقدر من الجيت اطفي، من الجيت اشغله ومن الجيت اطفي. هذاك كان من الجيت الشغله بس من الجيت ما تطفي، هذا من الجيت الشغله ومن الجيت الطفي. هنا صلت مصدر موجب او هنا سالب اشتغل هذا، من تريد تطفي هنا صلت سالب او هنا صلت موجب. هسه نجي هنا على المقارنة بين SCS والSCR. يقول the SCS has much lower power capability، يعني يحتاج على يشتغل على، يعني يقول هنا low has much lower power lower power capability، يعني قدرة القدرة مالته على التحكم بالباور يكون كلش أقل من SCR. بس SCS faster switching times. شنو يعني switching times شباب؟ يعني هسه احنا مو نقول نسلط على الكاثود جيت او على الجيت مال SCR على مود نشغله،
هذا التايمينج بين الأوف وبين الأون على مود يشتغل جدا مهم عندنا. فالريسبونس عندنا جدا مهم بالتطبيقات الدقيقة. يعني إذا أكو في التأخير ديلي ما نقول واحد ثاني، نقول بالمايكرو سكند هاي يسوي لنا مشاكل. فكل ما يكون الجهاز أسرع كل ما أحسن. هسه هنا بالتطبيقات اللي هي بيها لو باور بس بنفس الوقت تحتاج إلى سرعة بالريسبونس، أنا أستخدم الـ SCS، يقول Faster Switching Times، يعني يقدر يطفى ويشتغل هواية أسرع من الـ SCR. والـ SCS can be switched off by gate control، هذا كان ما يقدر ما نقدر نطفيه من خلال الـ gate control. التطبيقات مالته بولز جنريتر، واو، بتوليد النبضات، أجهزة توليد النبضات، الفولتج سنسر، والألارم سيركتس. الجي تي او اللي هو الجيت تيرن اوف سويتش هو نفس الاس سي ار، ولكن ولكن الجي تي او نقدر، هو عبارة عن اس سي ار بس نقدر نطفيه من خلال الجيت. يقول ولذلك هو من اسمه جيت تيرن اوف سويتش. تطبيقاتها بالكاونترز، بلس جنريترز، اوسيليترز، والفولتج ريجوليترز. هذه هنا مقارنة بين الـ GTO وبين الـ SCS. يقول هنا الـ GTO is low power device، يعني يشتغل بفولتية أقل. الـ gate signal اللي يحتاجه على مود يشغله للجي تي او هو اكبر من الاس سي اس. الجيت سيجنال اللي يطفي هي نفس الاس سي اس. السويتشنج ريت فور تيرنينج الجي تي او اوف، يعني معدل معدل الاطفاء مالته هو هواية أسرع من الـ SCS. الـ LASCR اللي هو Light Activated SCR هو عبارة عن SCR اللي من خلاله is fired by light beam striking the gate cathode junction or by applying a gate voltage. يعني إما أنا أسلط جيت فولتج أو من خلال الإضاءة اللي راح تسلط على جزء الجيت هو اللي راح يخلي هذا الدايود يشتغل. الأبليكيشن مالته Optical Light Control Relay Phase Control Motor Control و Computer Applications. شوكلي دايود، الشوكلي دايود هو مثل الـ SCR، الشغل مالته بـ One Direction، الشغل مالته شوفوه بس بالبوزيتيف، ما يشتغل بالـ Two Direction، يشتغل بالـ One Direction. شوفوا هنا بالـ Operation مالته يذكر هذا الكلام، هذا طبعا تعريفه conduct one breakover voltage is reached، من يوصل للbreakover voltage اللي هنا it only conducts in one direction. وايضا هنا بالoperation راجع
ذاكره التطبيقات مالته هي التريجر سويتش فور اس سي ار. شوفوا احنا مو قلنا احنا بالدايود الاس سي ار نحتاج الى عملية قدح، فمن اللي نستخدمه في عملية القدح؟ نستخدم شوكلي دايود هنا نربطه على مود اني اقدر اشغل الاس سي ار، فيقول يستخدم بالتريجر سويتش فور اس سي ار. الداياك شوف الرمز مالته هو عبارة عن دايودين معكوسين. The diac is a breakover type device. العمل مالته شوفوا يشتغل بالتو دايركشن، بالبوزيتيف نفس النيجاتيف متطابقة. قول الفولت البريك اوفر فولتج هي تقريبا متطابقة بالنسبة للبوزيتيف والنيجاتيف بريك اوفر فولتج. وين يستخدم؟ يستخدم في دوائر القدح مالت من؟ مالت الترياك، ويستخدم بالبروكسيميتي سنسر سيركت. الترياك هو نفس الداياك بس بيجيت. اوعو الترياك is like a diac with gate terminal، فيحتاج الى قدح ايضا يشتغل two direction. هذا الجيت مالته اني اربط عليه داياك، ليش؟ لان يعني التطبيقات مذكور انه الداياك يستخدم بالتريجر سيركت مال الترياك، فاذا بالجيت سيركت مالته اني اربط داياك. وين يشتغل؟ يشتغل بالاي سي باور كنترول سيركت، يشتغل بالاي سي باور كنترول سيركت. هذه اشكال الترياك. نجي على اليوني جنكشن ترانزستور. من اسمه يوني جنكشن يعني يشتغل الايصاليه مالته باتجاه واحد. شوفوا هناك كنا مثلا اذا كان لو كان هذا عدل كنا نسميه جنكشن فيت، فكان عنده سورس ودرين وجيت. هنا أنا صار عنده إميتر بيز 1 وبيز 2. يقول the uni junction transistor has two base terminal and emitter terminal. اليوني جنكشن مثل الفيت بس سووا حتى يميزوا سووا منه شوية بزاوية مائلة. طبعا هنا راح نشوف انه يعني انتم هذا الحكي تقريبا ما مطلوب من عندكم، بس هنا ايش يقول؟ يقول هنا الفي بي مالته تعتمد على اليمن، تعتمد على هذا الجزء اللي هو يأثر اللي هو من خلال الار بي 1 هو اللي يتأثر بالإضافة الى الفي دي. ماشي هسه راح نشوف انه اكو مقارنة بعدين، بس من خلال هذه المعادلة هي انه هذا الجزء راح هسه نشوفه بعدين عودينا من نوصل له من نستبق الاحداث. اليوني جنكشن ترانزستور نيجاتيف ريزيستنس ريجن، يقول اكو بي جزء احنا نسميها النيجاتيف ريزيستنس ريجن اللي هي بين وين صايره بين الفي بي اللي هي البيك بوينت وبين الفالي بوينت اللي هي الفي في، في بي والفي في،
هذه المنطقة احنا نسميها negative resistance region. هذا طبعا هنا أنا يحكي على الكاركترستيك، ويقول كل ما يزيد الـ VB كل ما راح يزيد قيمة الـ VE، وبالإضافة إلى علاقتها بالـ IE. هذا ما لنا علاقة احنا بالكاركترستيك مالتها. using الـ UJT to trigger الـ SCR. شوفوا هنا هذه الدائرة شغلتها تقدح الـ SCR، دائرة كاملة أني شغلتي بس حتى أني أشغلها للأس سي آر. وقلنا بما أنه هو يوني دايركشن فيقدر يشغل دوائر القدح. بعدين أنا يشرح عملية الشحن والتفريغ وعملية آلية القدح مالته إلى آخره. الفوتو ترانزستور يقول the photo transistor is light controlled transistor. The current through the controller, the collector العفو and emitter circuit is controlled by light input at the base. يعني هنا من يتسلط عليه ضوء راح هو اللي يتحكم لي بالكولكتر والإميتر سيركت التيار مالتهم. زين هذا هنا همين نعوفه. The collector current is a product of transistor current gain. وهذا طبعا معادلة هو هنا ذاكر لي يقول لي يقول لي البيس كرنت. شوفوا الاي سب لامدا يعني اللي تعتمد على الطول الموجي، تيار اللي متولد بالطول الموجي بالإضافة إلى حاصل ضربة. يعني شلون خلينا نقول الاي سي يساوي بيتا اي بي. الاي بي هو تيار البيز، هنا سماها لمدا على اعتبار انه التيار اللي جاي يتسلط هو نتيجة للطول الموجي اللي جاي يسقط عندي. والبيتا اللي هو احنا الامبليفيكيشن ريشيو هنا او الجين هو مسميها HFE. زين هي نفس البيتا. طبعا هذا اللامدا كمعلومة خارجية، اللامدا شو تساوي؟ يساوي لي C على F. F ماذا هو؟ التردد الفريكوانسي اللي تشتغل بي انت، او الواحد على T لان الفريكوانسي واحد على التايم. والC هو الطول الموجي اللي هو 3 × 10^8 يعني سرعة الضوء العفو. ايه سرعة الضوء الـ speed velocity. فاحنا طبعا هذا هيك بس للمعلومة لا اكثر ولا اقل. يعني انت قلنا احنا ما راح نطلب من عندك عملية الحسابات مالته او آلية العمل مالته. هنا انا بس صور توضيحية، وايضا هذني ما مطلوبات. البوت اللي هو البروجرامبل يو جي تي يقول في بعض آليات العمل مالت البوت. شوفوا هذا الجيت مالته وين، جيت مالته على الدخل مو على الاخراج. يقول البوت هو مور لايك الاس سي ار، بس هو هنا هسه يتشابه وين؟ يتشابه مع اليو جي تي انه عنده النيجاتيف ريزيستنس ريجن. بس هذه النيجاتيف ريزيستنس ريجن هي غير مستقرة. ليش؟ لانه تشتغل بين الاوف ستيت وبين الاون ستيت، يعني داخله ضمن الاوف ستيت في جزء وضمن الاون ستيت في جزء.
شوفوا شباب، هنا قبل شويه اللي الشغله اللي حكيت لكم اياها باليو جي تي وقلت لكم هسه راح نشوفها بعدين، شوفوا هناك كان هذا الجزء بالاضافه الى الفي دي. يقول هسه هنا الفي دي بعد ما راح ياثر عندي بالنسبه للفي جي، راح يكون بس الفي بي بي هو العامل المؤثر عليه. The gate voltage required to turn the put on is determined by external components and not by specification of the device as in the ing value for the UJT. شوفوا لو نرجع له. هنا كان خلينا نقول المقاومة المتغيرة اللي هو الار بي 1 كانت جزء من التأثير مالتها بالإضافة إلى الفي دي، بينما هنا هسه الفي دي انلغت وصار التأثير على الانج بي بي بي. إلى هنا انتهت المحاضرة أو انتهت